اهلا لحضراتكم مره اخرى اعزائنا المشاهدين، ولقائنا الاول هذا الصباح في مصر جميله، واللي هنخصصه للحديث عن تحالف الحضارات بوجه عام. طبعا احنا هنتكلم عن المؤتمر اللي عقد يوم الاحد الماضي واستمر على مدار يومين برعايه جامعه الدول العربيه والامم المتحده لتحالف الحضارات واليونسكو وغيرها من الجهات المنظمه. لكن يهمنا اكتر يعني نوصل لفكره، احنا كنا بنتكلم عن حوار الحضارات، هل الان اصبح هناك مصطلح بديل هو تحالف الحضارات؟ هل يمكن وسط كل هذا الجو من الكراهيه والعنصريه والكلام يعني عن الشعوب مع بعضها او داخل الشعب الواحد اللي بيستهدف طوائف جوه الشعب، نقدر نغير ده؟ نقدر نخلق جو من التسامح والتعايش السلمي، ومش بس كده ولكن التحالف ايضا، ده اللي بتقوم بيه اداره تحالف الحضارات داخل جامعه الدول العربيه، وبتقوم بيه ايضا منظمه الامم المتحده للتحالف الحضاري. خلينا نتكلم عن هذا الدور لجامعة الدول العربية من خلال لقائنا اليوم بالسفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة حوار الحضارات بجامعة الدول العربية. أهلا بحضرتك. أهلا، صباح الخير سعادة السفيرة. يعني حقيقة موضوع مهم جدا، وأنا أتخيل أنه إحنا كمجتمعات ما بناخدش بالنا قوي من جزئية أنه تفضيل شعب على شعب، أو بنتحدث بهذه اللغة، لا ديننا ولا معتقداتنا الدينية المختلفة بتسمح بده. لكن كلميني سيادتك عن المؤتمر واهم المحاور بتاعته، وليه دلوقتي احنا بنتكلم في ده؟ في الواقع طبعا المؤتمر ده يعتبر من ضمن الانشطه التي بتطلع بيها اداره حوار حضارات في الجامعه، خصوصا ان هذا النشاط مدرج على الخطه الاستراتيجيه العربيه الموحده لتحالف الحضارات، وهذه الخطه بالفعل اقرت من وزراء الخارجيه العرب في دوره انعقادها 145 في مارس 2016. اذا هذا البرنامج او هذا النشاط مدرج على الخطه الاستراتيجيه العربيه الموحده تحالف الحضارات، وبالتالي هي ليس جديد تناول موضوع إعلامي في إطار ما يسمى بتحالف الحضارات، ولكن احنا حقيقة يعني نظمنا منتديات إعلامية سابقة في سنوات ماضية، لأنه مسألة الإعلام أولا هو مجال أساسي من مجالات عمل منظمة الأمم المتحدة تحالف الحضارات، إلى جانب أن البعد الإعلامي في موضوع يعني ثقافة الحوار وقبول الآخر هو مسألة مهمة للغاية. فبالتالي هذا المؤتمر بدون شك كما قلت انه يعتبر ليس بجديد على الامانه العامه لجامعه الدول العربيه، لان قمنا بانشطه اخرى في مجال الاعلام. طبعا تم يعني يمكن ابرز محاوره كان القاء الضوء على انشطه منظمه الامم المتحده لتحالف الحضارات، لانها منظمه دوليه الى حد كبير جديده النشاه او حديثه النشاه، وليس الكثيرين ملمين بها حتى الان. فبالتالي كان من الأهمية إلقاء الضوء والتعريف بها وتسويق هذه المنظمة. أيضا كان من الأهمية أيضا إلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، وده تم فعلا وكان ضمن محاور المؤتمر. أيضا كان من الأهمية تناول مسألة مثل يعني القيم المهنية والموضوعية والأخلاقية الواجب توفرها في الإعلامي حينما يعني يقوم بنقل ثقافة الآخر أو تناول ثقافة الآخر. أيضا مسألة خطاب الكراهية الموجه ضد العرب المسلمين والذي انتشر بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا كان من الأهمية أنه أيضا يعني من ضمن محاور المؤتمر هو إلقاء الضوء على إسهامات العرب والمسلمين في التفاعلات الحضارية وفي إثراء الحضارة الإنسانية، لأنه الحقيقة في كثير من الدوائر بتنكر على العرب والمسلمين وتنكر على الحضارة العربية الإسلامية إسهاماتها ودورها في بناء الحضارة الإنسانية، وهذا طبعا يغالط الواقع، لأنه جميعنا نعلم أن الحضارة العربية الإسلامية كان لها دور رائد في بناء الحضارة الإنسانية. فبالتالي كان من الأهمية تسليط الضوء وإعادة تقديم أنفسنا، تقديم الحضارة العربية الإسلامية وتسليط الضوء على دورها، وأيضا دحض نظرية ما يقال من انصدام الحضارات التي طرحها المفكر الأمريكي سامويل هانتنجتون حينما تحدث عن أن المرحلة القادمة ستشهد صداما للحضارات وبصفة خاصة بين الحضارة الغربية والحضارة العربية الإسلامية، وأن العدو القادم هو الإسلام. فبالتالي كنا حريصين أنه لابد أن نلقي الضوء على مسألة دور العرب والمسلمين ودور الحضارة العربية الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية، وبالتالي نحاول بصورة أو بأخرى أن نغير هذه الصورة الذهنية التي موجودة لدى الغرب عن العرب والمسلمين وعن الحضارة العربية الإسلامية، وهي للأسف صورة مغلوطة وصورة نمطية تراكمت في الأذهان عبر العصور، ولكن نحن الآن بصدد إعادة تقديم أنفسنا. فبالتالي
كان الأهمية أن يكون هذا المحور مطروحا ضمن محاور المؤتمر. حضرتك اتكلمتي عن محاور متعددة وكلها مهمة للغاية، خلينا يعني نتعرض لمحور محور على حدة علشان اللي ما حضرش المؤتمر يقدر يعني برضه نوصل له المعلومة. كلمتينا عن خطة استراتيجية عربية موحدة ورؤية عربية تجاه تحالف الحضارات، يهمني أسمع الرؤية العربية اتفقت على إيه تجاه هذا الأمر؟ بدون شك يعني الرؤية العربية تبلورت في إحدى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما يعني تقدم وفد قطر باسم المجموعة العربية طارحا أو موضحا موقف المجموعة العربية من نظرية صدام الحضارات التي طرحها المفكر الأمريكي سامويل هانتوكتون، وأوضح أن المجموعة العربية ترفض رفضا قاطعا هذه النظرية وترفض مسألة الصدام، وأن المجموعة العربية تؤيد أطروحة حوار الحضارات، وأيضا تؤيد أيضا أو تود إلقاء الضوء على دور الحضارة العربية الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية. وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء منظمة التعاون الإسلامي أيضا اجتمعت المجموعة العربية وأكدوا موقف المجموعة العربية أيضا، وبالتالي كان هناك مبادرة حقيقة من الجامعة العربية ممثلة في شخص معالي الأمين العام الأسبق سيد عمرو موسى في عقد مؤتمر بعنوان حوار الحضارات تواصل وصراع بهدف توضيح موقف المجموعة العربية من هذه المسألة، لأنه هذا المؤتمر حقيقة عقد في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر حينما هجمت حدث عمليات إرهابية موجهة لبعض المؤسسات في واشنطن ونيويورك، وكان هناك في ذلك الوقت هجمة شرسة على العرب والمسلمين، وبالتالي كانت أطروحة الأمين العام السابق السيد عمرو موسى بأنه من ضرورة من هناك أهمية وضرورة ملحة لعقد مؤتمر يضم النخبة من المثقفين العرب والمفكرين العرب وأيضا السياسيين بهدف يعني توضيح موقف المجموعة العربية من نظرية صدام الحضارات، وأن المجموعة العربية ترفض هذه النظرية وأنها مع حوار الحضارات ومع دعم أيضا دور الحضارة العربية الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية. فكان هذا المؤتمر هو حقيقة نقطة انطلاق للجامعة العربية، وعقد في نوفمبر 2001 مؤتمر تواصل حوار الحضارات تواصل وصراع، وكانت من هنا بداية انطلاق وبداية يعني تأسيس الإدارة، وبالفعل أن هذه الإدارة لم تكن موجودة من قبل في الجامعة العربية، وفعلا تم تأسيسها في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر نتيجة لهذه الظروف التي طرأت على المنطقة والهجمات الشرسة التي تعرض لها العرب والمسلمين بشكل عام، وما تم وصم العروبة والإسلام بالإرهاب والتطرف وما إلى ذلك. عايز أعرف من حضرتك الجهات المنظمة مع جامعة الدول العربية، وحقيقة مهم قوي إن إحنا نعرف حجم التكاتف في خروج هذا المؤتمر، وهل إحنا قدرنا نوصل الرسالة فعلا للمجتمع اللي هو بيتهمنا طول الوقت بإنه إحنا سبب الإرهاب وإحنا سبب المعتقدات الخاطئة والاضطهاد وهكذا؟ هو في واقع الأمر المؤتمر تم تنظيمه أو هو كان مبادرة من الجامعة العربية بالأساس، لأن كما أشرت أنه هو ضمن البرامج والأنشطة المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات التي أقرها وزراء الخارجية، ولكن حرصنا أن تكون جهات دولية أيضا مشاركة في تنظيم هذا المؤتمر، وكان على رأسها بدون شك منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومنظمة اليونسكو على وجه التحديد المكتب الإقليمي في القاهرة، وأيضا الهيئة العامة للاستعلامات بجمهورية مصر العربية باعتبارها جهة إعلامية معنية. بدون شك يعني إحنا كان هدفنا من هذا المؤتمر أولا إن إحنا ندعم فكرة إن نحث الإعلاميين بشكل عام في أرجاء العالم على الالتزام بالموضوعية والحيادية في نقل ثقافة الآخر، يعني حينما يتعرض لموضوع أو لخبر يمس ثقافة أخرى فلابد أن يلتزم بالحيادية والموضوعية في نقل هذه الثقافة ولا يتبنى توجه دولته يعني التوجه السياسي لدولته، لأن من القيم المهنية والأخلاقية للإعلام أنه يلتزم بالحيادية والموضوعية، ده يعني هذه المعايير الدولية المتعارف عليها. فبالتالي كنا حريصين أن نبث رسالة إلى الإعلاميين في أرجاء العالم ندعوهم إلى
الالتزام بالحياديه والموضوعيه حينما يتعرضوا لنقل خبر او يتناول موضوع يمس ثقافه الدوله اخرى او يمس ثقافه شعب اخر. ايضا كنا حريصين من خلال هذا المؤتمر ان نعزز الخطاب الاعلامي الذي يسعى الى تعزيز قيم التسامح وقبول الاخر والتعايش السلمي بين مختلف الامم والشعوب والتفاهم المتبادل ايضا، ودي تعتبر حقيقه الاهداف الرئيسيه لمنظمه الامم المتحده التحالف الحضارات التي تسعى دائما الى تحقيقها وتدعمها في ذلك كافه المنظمات الاقليميه والدوليه وعلى راسهم جامعه الدول العربيه، وهي نشر قيم التعايش السلمي والتعدديه الثقافيه وايضا التسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الامم والشعوب. ايضا حرصنا من خلال هذا المؤتمر ان نتطرق الى قضيه هامه وهي قضيه مساله العرب والمسلمين وما يتعرضوا له من هجمات شرسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصم العربي والمسلم للاسف الشديد بانه متطرف وانه ارهابي، وهذه المساله يعني غائبه عن الحقيقه ولا تمت الواقع بصله، وان كان وجدت بعض المنظمات الارهابيه فلكن الاسلام بريء منه، لانه للاسف الشديد لا يتم وصم العربي والمسلم فقط بالارهاب ولكن يتم وصم الاسلام في حد ذاته، ان الاسلام هو دين ارهاب حكما على بعض النماذج او الجماعات المتطرفه الارهابيه مثل داعش وما الى ذلك، ولكن طبعا هذه ليست حق يعني مجالا للحكم على الاسلام، ولكن الاسلام بريء من كل هذه التصرفات لان الاسلام يدعو الى التسامح، يدعو هو دين سلام، دين يدعو الى التعايش السلمي، دين بالاساس يقوم على قبول الاخر وقبول ثقافه الاخر، قبول المختلف عنك سواء في الدين او في العرق. الاسلام لا يفرق ما بين ابيض وبين اسود، الاسلام لا يفرق ما بين عرق واخر ولكنه يقبل الاخر. في ظل الدوله الاسلاميه كان الجميع يعيشون في توائم وفي تناغم، المسلم مع المسيحي مع اليهودي ايضا، ومع ذلك وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا على ان تكون الدوله الاسلاميه المجتمع الاسلامي يعيش في تناغم كامل، وان الدستور الدوله الاسلاميه يكفل الحقوق والواجبات للجميع بصرف النظر عن دياناته سواء كان مسلم او يهودي او مسيحي. فبالتالي كان من الاهميه التطرق لهذا الموضوع ويعني تسليط الضوء عليه وبحث سبل معالجته بدون شك. يعني سياده السفيره عشان لا نكون نتحدث الى انفسنا دائما، لان احيانا الرساله بتكون داخليه من الداخل الى الداخل، هذا الحوار لابد ان يكون ما بين الحضارات، لان احنا بنتكلم عن تحالف حضارات، احنا كحضاره عربيه اسلاميه لابد ان نتحاور مع الحضارات الاخرى، من هم الممثلون عن الحضارات الاخرى اللي حضروا معاكم علشان يقدروا ينقلوا هذه الرساله حتى لا تكون الرساله من جهه واحده؟ احنا كان عندنا حقيقه حرصنا في هذا المؤتمر أن يكون هناك مشاركة من إعلاميين على مختلف دول العالم، يعني ليست المشاركة كانت قاصرة فقط على الإعلاميين العرب، بل كان أيضا هناك إعلاميين من المجموعات الجغرافية الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، المجموعات الجغرافية هناك مجموعة الإفريقية، أيضا المجموعة الأوروبية، المجموعة الباسيفيك وما إلى ذلك، كل المجموعات الجغرافية كنا حريصين أن يكون هناك تمثيل من قبل الإعلاميين لهذه المجموعات الجغرافية، فبالتالي كان هناك فعلا مشاركة من إعلاميين دوليين وليس فقط من إعلاميين عرب. ده جزء مهم انه فكره توصيل الرساله عبر الاعلاميين. حضرتك ذكرتي نقطه مهمه جدا وهو التزام الاعلامي بالحياديه والمهنيه وميثاق الشرف الاعلامي على كافه المستويات، لكن ده بالتاكيد ما بيحصلش لانه مش موجود بالمره. يعني فكره الحياديه والمهنيه دي موجوده عندنا احنا يمكن، بس يمكن انا اتخيل التلفزيون المصري هو اللي صاحب هذه المدرسه واحنا كلنا بنحترمها، لكن فكرة استغلال المنابر الإعلامية الأخرى اللي ضد، ما احنا لو جينا تفاهمنا عشان نتواصل مع السادة المشاهدين، من فعل داعش أو من أنتج داعش، من أنتج طالبان، من أنتج هذه المنظمات الإرهابية، وأي شكل من التمويل بتاخده من أي دول معروفة وواضحة جدا. يعني أنا أعتقد أن أنتوا تطرقتوا لهذا الأمر وكان هناك حوار في هذا المؤتمر. بدون شك يعني مثل هذه المنظمات الإرهابية طبعا نحن نعلم جميعا أنها بتتلقى دعم من أطراف خارجية دولية بدون شك دون تطرق لأسماء الدول بذاتها، ولكن جميعنا نعلم أنها تستهدف بدون شك المنطقة العربية، تستهدف الإسلام، أن الإسلام مستهدف لأنه كان الغرض هو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وغياب الشيوعية كعدو للولايات المتحدة هو خلق عدو جديد، وبالتالي وضع المنطقة بشكل عام اللي كانت تتحول إلى منطقة
يعني فيها شيء من الفوضى، فيها الوضع الامني المتدهور الذي نشهده، يعني المشهد العربي الان تدهور امني شديد، نزاعات مسلحه في المنطقه، فهذا كان مخطط له من قبل، يعني كان حتى تم التنظير له من خلال نظريه صدام الحضارات او الفوضى الخلاقه كما اشرت حضرتك، انه فعلا كان هناك تخطيط لهذه المساله، وان يعني زرع هذه المؤسسات او المنظمات الارهابيه، دعني اضع منظمات لانها حقيقه يعني وجدت بشكل مؤسسي كامل، صحيح يعني صحيح. لديها وسائل اعلامها الكامله الحديثه ايضا، يعني لديها وسائل اعلام حديثه للغايه، استخدام احدث الاسلحه، امور كثيره جدا، احدث الاسلحه يعني وسائل التواصل عندهم الحديثه سهله جدا، فهي منظومه كامله حقيقه. فجميعنا نعلم ان هناك يعني ايدي خفيه، قوة دوليه يعني تعبث بالمنطقه بدون شك، واغراضها فعلا يعني خلق ما نشهده الان من تشرذم وانقسام داخل المنطقه العربيه، والمشهد يعني السياسي والامني المتدهور في المنطقه، كل ده بدون شك نعلم جميعا انها كانت تستهدف المنطقه وتستهدف العرب والمسلمين، وانها وراءها طبعا بدون شك يعني قوة دوليه تسعى الى الهيمنه على المنطقه. بالاول والاخير هذا بيصب في مصلحه الدوله بعينها، ضمان امنها، وهي اسرائيل بدون شك في المنطقه، لان انقسام المنطقه بدون شك بيصب في الاول والاخير في مصلحه اسرائيل وضمان امنها. احنا بنشكر وجود حضرتك معانا ويعني اطلالتك على هذا المؤتمر علشان نشرح للناس برضو بعض انشطه جامعه الدول العربيه اللي مش كل محتك بيها بصفه مباشره، فبنشكر وجودك سياده السفيره ساميه بيبرس مدير اداره حوار الحضارات بجامعه الدول العربيه، وكل التوفيق للجامعه ولهذه الاداره. شكرا جدا، اشكركم جدا، سعيده جدا بهذا اللقاء. شكرا سياده السفيره، سعيده. فاضل لازم بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي بحضراتكم وبنكمل حوارنا وحديثنا عن هذا المؤتمر، وبنشوف دور الهيئة العامة للاستعلام، لأن كان ليها دور كبير جدا، وهي توصيل عدة رسائل مهمة جدا خرج بها المؤتمر لكل أنحاء العالم، كيف يتحدث المسلمون في هذا الشأن، وأن الإسلام بريء من كل ما يقال عليه. بعد هذا الفاصل مع ضيف يضيف حضراتكم الأستاذ عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات.